لذلك عايز الخير عندك يبقى زيادة كده، كل ما تبقى في بيتك كتر من الصلاة على محمد. يا أم معبد هل عندك حلوب؟ ما عندكيش شاة أو عنز صغيرة نحلبوها ونشربوا منها اللبن؟ أعندك حلوب؟ قالت والله إن أبو معبد خرج بالشياه يطعمهن في الصحراء. قالوا لها يعني ما عندكيش حاجة خالص؟ قالت والله لا يوجد في خيمتنا إلا عنز صغير، معزة صغيرة أتعبها الجهد، معزة صغيرة ومريضة وعيانة وأتعبها الجهد، لا بتحلب ولا بتاع، مش هتنفع. فقال لها النبي وهي لا تعلم محمد صلى الله عليه وسلم، هي ما تعرفش النبي، ده ضيوف داخلين عليه. فدخلت أم معبد الخيمة وجاءت بالعنز، العنز الصغيرة وضعيفة وهزيلة وما بتحلبش أصلا، الحلوب اللي بتحلب اللي هي ولدت، هي التي نزع عليها الفحل تجيب لبن، لكن ديت لم ينزو عليها الفحل، هتجيب لبن إزاي وهي ضعيفة أصلا من حالها وهزيلة؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه العنز وأوقفها أمامه ومسح ضرعها وغسل ضرعها ومسحه وسمى باسم الله وقال كلمات ما سمعها الحاضرون. دعا ربنا بكلام اللي مع النبي ما سمعوش النبي بيقول ايه، ودمدم بكلمات بعد أن سمى الله لم يسمع كلمات النبي الحاضرون، وترك النبي هذه العنز، فإذا بهذه العنز يكبر ضرعها ويربض لبنا حتى انفتح رجليها أو اتفتحت رجليها من كثرة اللبن الموجود في ضرعها بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الضرع اتملى باللبن، أم معبد عمالة تبص، معزة صغيرة تعبانة ومريضة وهزيلة ولم ينزو عليها الفحل تجيب لبن، هذه معجزة، هذه يعني عجب عجب، ويستمر العجب ولو كان في شهر رجب، كيف يكون ذلك؟ تجيب لبن والضرع يتملى، ايه الشيء الغريب ديت؟ أم معبد كاد يطيش عقلها من هذه المعجزة، ولكن لا يقف شيء مع رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أمين الأرض وهو حبيب الحق، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتلأ ضرعها باللبن، قال لها يا أم معبد، ده ما شربش النبي، ما شربش النبي عليه الصلاة والسلام، يا أم معبد ائتيني بما عندك. فجاءت إليه بآنية حلة يعني، وملأ النبي وحلب بيده الشريفة حتى ملأ النبي هذا الإناء. قال لها يا أم معبد ائتيني بإناء آخر، جابت إناء ثاني ملأه النبي صلى الله عليه وسلم باللبن، يا أم معبد ائتيني بإناء ثالث، جابت إناء ثالث. بركة إيد النبي صلى الله عليه وسلم بركة، ده انت ساعات بتحس إن إنسان فيه شيء سر من عند ربنا، إيديه فيها بركة، دعوته فيها بركة، لذلك فما بالك إذا كانت البركة مستمدة من يد ولسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. البركة كلها هو النبي عليه الصلاة والسلام. هات إناء ثالث يا أم معبد، إناء رابع، حتى ملأ النبي صلى الله عليه وسلم ما عند أم معبد، ما عند أم معبد من الأواني، الخير ملى الخيمة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عايز الخير عندك يبقى زيادة كده، كل ما تبقى في بيتك كتر من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. الأواني اتملت والخير فاض، وملأ النبي صلى الله عليه وسلم آخر آنية أو آخر إناء وقال له اشرب يا أبا بكر. قال والله لن أشرب إلا بعدك يا رسول الله. قال له النبي ساقي القوم آخرهم شربا، اللي بيسقي الناس آخر واحد يشرب، أخلاق محمدية. شرب سيدنا أبو بكر، قال له اشرب يا أبا بكر، شرب أبا بكر، شرب أبو بكر،
اشرب يا أبا بكر، شرب أبو بكر حتى كاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب يا أبا بكر، قال والله يا رسول الله شربت ولا أجد لهذا اللبن مسلكا، ما عادش في مكان نحط فيه تاني، لا أجد له مسلكا. وشرب عقبة بن أبي معيط وشرب النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا أم معبد، ومشى النبي. أبو معبد خلي بالك، الصحراء الأول ما كانش فيها أكل ولا شرب، إحنا النهاردة لو فيه بعض الشياه بتاكل وتلاقي خير وتلاقي أرض وتلاقي مراعي، لكن النهار الأول ما كانش موجود الكلام ده، كان موضوع صعب جدا لما تلاقي مرعى أو تلاقي مكان تسرح فيه الشياه. ولكن ببركة النبي امتلأت خيمة أم معبد باللبن والخير، ومشى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق. جه أبو معبد دخل، ده دايخ، ده بنلف الصحراء كلها عشان يوكل شوية الشيه اللي معاه، جه ما سابش إلا عنز ضعيفة لقى فيه لبن ولقى فيه خير. من أين جاء هذا الخير يا أم معبد؟ قالت له يا أبو، يا أبا معبد، لقد جاءنا خير الناس، لقد جاءنا خير الناس في هذه الخيمة. مين؟ حكيت له على الموقف، قال لها طب اوصفه لي، قالت إنه رجل طيب على وجهه وضاءة، إذا تكلم وكأن ينحدر من فمه حبات الجمان، لؤلؤ لما بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو بالقصير المتدني ولا بالطويل المحتقر، لا هو قصير ولا هو طويل، بين عينيه دعج، في وجهه حمرة، له رفقاء يحبونهم ويتبادرون لتنفيذ أمره. وأخذت تصف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو معبد والله الذي لا إله إلا هو، إني أرى هذا الرجل هو من بني هاشم التي تبحث عنه قريش، ده الرجل اللي بتدور عليه قريش وعرض الجيزة، إن قابلته صدقته في رسالته.